انا جوزي خدته وكان عنده معوق شلل الاطفال في رجل الشمال، وبعدين بدا معاه ما كانش يعني كان بيبيع حب شرايط كاسيت وكان بيلقط رزق المقسوم. ما جه تعب ورحت كشفت عليه، بلغني ان هو مريض الكبد الوباء فيروس وعنده السكر. اولادي اتنين منصبين، حسن وحسام وعبد الرحمن، خال المرض. من هنا لنا لما جه خس في الشغل قال يا ام حسن معلش امانه امنتك امانه الله، ما تتمد في حضن راجل تاني، وانا يا بنتي كده كده عارف نفسي هموت. بقيت اجاهد، بقيت اخد جوزي على رجلي اسقيه كوبايه الميه ويقول لي بالليل يريقي استرينا الله يسترك دنيا واخره، اقول له حاضر يا حبيبي حاضر يا بابا. بقيت اشحت في الشوارع على جوزي وعلى عيالي، بس ده شرف، عايزه حاجه اكل منها عايش على اولادي. انا قعدت 3 سنين انزف وهو بيولدني قطع لا مؤاخذه عرق في الرحم. جوزي ده كان كل يوم بحط لي ملايتين سر تحت مني وبيحط لي الملايه فيا، وجوزي مكشوف عليه ومكشوف عليه الله يرحمه. دلوقتي لما مات انا كفيله بعياله، وانا هجانه على عيالي. حسن 16 سنه بيبول على نفسه، اضربه الكهرباء تزيد في عينيه ويحمر، يقول يا ماما بتضربيني ليه؟ انا مريض يا ست ما بحسش، بتضربيني ليه؟ ما تضربينيش يا ماما انا اطول منك، عشان ما بابا مات وانا يتيم بتضربيني؟ ياخد في وشه ويمشوا الناس تجيبوا ليا. انا عايزه اشوف حسن خافف وبقى طبيعي، وحسام بيعبط عليا ويتحضن بيا وانا في حضنه يقول لي يا ماما انا مش هخف انا هموت زي بابا، انا قلبي بيوجعني يا ماما. تجيله الازمه يهج مني في الشارع كده، وعايزه اشوف عبد الرحمن واشوفهم حلوين ورجاله واشوفهم مبسوطين ورجاله ومعاهم نسوانهم ومعاهم عيالهم سعداء وفي احسن حاله جيده، واني ابقى في كوم تراب اطمن عليهم.